أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج القوس الجمعة 3 سبتمبر أيلول 2021. القمر اليوم في برج الأسد ويدخل في بيتك الشمسي الخاص بك للتعليم. إذا كنت حريصا على اكتساب بعض المعرفة فإن الأيام القليلة القادمة ستكون رائعة للبحث عن عمل، الدورة التدريبية أو لتقرير ما إذا كنت ترغب في العودة للمدرسة. تحقق من الدورات المجانية المقدمة في الموضوعات التي تثير اهتمامك. يمكن أن يمنعك العناد من تقييم الموقف بشكل صحيح. قد تصاب بخيبة أمل كبيرة إذ لم تتحلى بالصبر وضبط النفس. قد يكون نجاحك سببا لتبادل الإهانات التي يسببها حسد الشخص المقرب منك. لتجنب خيبة الأمل لا تناقش مع أي شخص نواياك، ولا تدع العواطف تفسد إنجازاتك. حتى الآن الخسائر المالية وفشل الترتيبات الخاصة بك ممكنة إذ لم تكن مرنا بدرجة كافية، وتوافق على أي اقتراح يأتي في طريقك. تشير الكواكب إلى أنك قد تجد نفسك مغمورا بطلبات التنزه، سواء وافق شخص مقرب على خططك أم لا. يجب أن لا يمنعك ذلك من تنفيذها حتى النهاية. حاول أن لا تحلل كل ما يقوله البعض وما يقولونه ذلك. أنت على استعداد لفعل كل ما يتطلبه الأمر لإنشاء النوع الصحيح من التغيرات وإيجاد حل لمشكلة معينة. كن حذرا بشأن الاقتراحات التي لست واثقا بها. عاطفيا، خلال هذه الفترة ستشهد انتعاشا عاطفيا وستكون سعيدا بكل ما يحدث في حياتك الشخصية، وسيزدهر الحب والعلاقات لبرجك لأنك تحصل على دعم من الشمس والزهرة. من الممكن أن تواجه صعوبات في الأسرة خلال الفترة القادمة. درس هذه الدورة بالنسبة لك هو التحلي بالصبر وعدم محاولة معالجة كل شيء مرة واحدة. قد تشعر بالانجذاب الشديد تجاه شخص معين ولكنك غير راضي عن كيفية الرد عليه. هذا هو الوقت الذي يتعين عليك فيه التفكير في الجوانب الأكثر عملية ومادية لوجودك اليومي، والتي ستساعد في إطفاء الإحساس بالمنظور والذي قد يكون بالضبط ما تحتاجه. التغيرات مفيدة إذ لم تكن مفاجئة وأنت مستعد لها. أنت تخاطر بالوقوع في موقف مزعج إذ لم تتحدث عن مشاريعك وخططك مع الأشخاص المقربين منك. كن حذرا خلف عجلة القيادة. إذا كان بإمكانك تجنب ذلك فمن الأفضل عدم السفر لتجنب السياحة السذاجة. أنت بصدد تكوين صداقات جديدة وعلاقات جديدة اليوم. أنت لا تزال في حالة مزاجية مرحة وسوف تثير ولادتك إعجاب الآخرين. يمكن لأحد أصدقائك اليوم الذين تكونهم أن يصبح مهما جدا في السنوات اللاحقة. على الرغم من أنه قد لا يبدو كذلك الآن، أنت في حالة مزاجية مفيدة ومستعدة لمساعدة أصدقائك وعائلتك اليوم. مهنيا، هناك فرصة رائعة في طريقك للسماح لك بإنهاء عملك المعلق. استفد بالكامل من هذه الفترة الزمنية الشاغرة، ومع ذلك قد تضطر إلى كسر طرق العمل التي اعتمدتها حتى الآن. هذا هو الوقت المثالي لشراء منزل من اختيارك. حان الوقت الآن لإثبات أنك الشريك التجاري المناسب الذي يمكنك الاعتماد عليه. ابحث عن القرارات الصحيحة بهدوء خلال هذه الفترة الصعبة. نجاحاتك مضمونة بفضل الأشخاص الذين يدعمونك. أنت تميل إلى الهجوم بدون سبب وجيه. يمكن أن تؤثر النصائح غير الصحيحة على اجتماعاتك ومحادثاتك. إذا كنت تثق في كل شيء دون التفكير فيه أولاً، قم ببناء خططك الجديدة. قد تنخرط أنت وشريكك الحالي أو المحتمل في تحديد ما تنفق أموالك عليه. اللحظة مناسبة لرحلة تتضمن بداية أنشطة جديدة خاصة إذا كانت في الخارج. التغيرات الآن في صالحك. كن حذرا إذا كنت تريد تجنب مسار العمل الخاطئ. صحيا،
سلسلة من الأحداث أو الحفلات الرسمية قد تزعج جهازك الهضمي، وقد ينشأ فيك إحساس بالغيرة عندما ترى الأشخاص المناسبين والرائعين من حولك. لا تعطي مساحة لمثل هذه السلبية، اخبر نفسك أنه يمكنك أيضا تحقيق نفس الشيء من خلال القيام بتمارين منتظمة. قلل من الحلويات والأطعمة الزيتية التي تعتبر مسؤولية بشكل رئيسي عن إفساد صحتك. توقعات برج القوس للرجل: تجنب إفشاء كل أسرارك حتى لو لشخص قريب منك. يمكنك النهوض وتبادل الأخبار الجيدة وكسر الملل. إذا كنت راغبا في تحسين ظروفك، الخلافات المتكررة تؤدي إلى صدمات غير محسوبة النتائج، فحاول أن تدع الأمور تسير بهدوء. توقعات برج القوس للمرأة: كوني حذرة من بعض الأشخاص الذين يسعون للكذب والمراوغة. أيتها القوس، قد تمرين بفترة مرحلة مشوشة، ومن ناحية تانية لا تعيشي بلا حلم ولن تتمكني من تحقيق أهدافك. مولودة القوس الأنثوية تفيض في حديثها، والرقة تناسب في كلماتها، موزونة وذكية وعملية، وتفيض في حديثها الرقة تناسب من كلماتك وموزونة وذكية وعملية في تفكيرها. هي مولودة القوس ذات العينين، ذات الشخصيات المتعددة والقوية الغنية بالأفكار. توقعات العلامة الأولى مواليد 22 نوفمبر إلى 1 ديسمبر: في الوقت الحالي يبدو أن حجم المشكلات في تزايد، لكن يجب أن لا تضغي المشكلات عليك، فقد عندما تواجه مشكلة واحدة تلو الأخرى سوف تبدأ في الشعور بالسعادة مرة أخرى. من الضروري أن تتصرف في الحال، وإلا فسوف تواجه تعقيدات أكثر. لا تخف من قبول المساعدة من الآخرين في حالة عرضها. توقعات العلامة الثانية مواليد 2 ديسمبر إلى 11 ديسمبر: لا يمكن التغلب على العقبات التي تراها أمامك في الوقت الحالي. إذا حاولت حلها بالطرق القديمة المعروفة، يجب أن تغير مدخلك والتواصل إلى استراتيجية جديدة، وأن لا تسمح للآخرين بتغيير رأيك أو خططك. كثيرا يكمن الحل بداخلك، فببعض الثقة بالنفس تستطيع التغلب على هذه المشكلات والإمساك بزمام الأمور. توقعات العلامة الثالثة مواليد 12 ديسمبر إلى 21 ديسمبر: يبدو في الوقت الحالي أنك تواجه عددا متزايدا من التعقيدات غير المتوقعة. لا يقع اللوم على من هم حولك، في بعض الأحيان تكون أنت المخطئ. حاول أن تظل هادئا وأن ترى العقبات الموجودة في طريقك كوسيلة لاكتشاف مدخل جديد. أعد اكتشاف هدوءك وسوف تخرج من هذه المرحلة أقوى.